Sayyid Hashim, how did you come out? يستخدمونها عصابات داعش ضرب المدنيين والقوات الأمنية. عثر عليه من أبطال الحج الشعبي فوز الخامس. صوروا المخزن مال. هاي موادهم. هذا المخزن مالهم تابع العصابات داعش الإجرامية. الطرف الخامس حد الشعب الأنبار. هذا مخزن كامل عصابات داعش الإرهابية. هاي اكو مواد ثانية بس ما اقدر افتحها لان سيد هاشم هاي تجي القناة؟ هاي تجي القناة ملابس لا قناة ولا كفوف. هاي مواد مالتها. تعال نسوي وياك. مواد كيميائية يستخدمونها داعش يخلونها ذل الروس مال الصواريخ ومال الهوانات يطلقونها على الأجهزة الأمنية على المدى الزير بالك يحتها قوية مواد سامة كيميائية يستخدمونها عصابات داعش ضرب المدنيين والقوات الأمنية.